بتجري ليه يا عم حرنكة؟ شوفي انتوا بتجروا ليه؟ بتجروا ليه؟ اختفي وما بعرفش اختفي. هو انا بس اللي ظاهر لك ولا ايه؟ اختفي خرجوش لحالة بسرعه. تعالى في امر ربهم بيجروا ليه؟ زلزال ده ولا ايه؟ لا يا اخويا مش زلزال، ركز بقى معايا. ابوس ايدك خلينا نتجوز. مركز اهو. خربوش حركه. اه اول ما تسمع كلمه حركه تشتغل على طول. الحركه بركه. حركه مش اكشن. مش زي بتوع السيمه، في السيمه بيقولوا اكشن، احنا هنا بنقول حركه. ايوه يا كنت بقول حركه. هنا حركه. مش ركز معايا يا خربوش. معاك حركه يا خربوش. حركه حركه تشتغل على طول. حركه اشتغل على طول. مع حركه هنا. حركه بسرعه. مكانك يا استاذ. يا استاذ اتفضلي هنا مكانك. عظيم عظيم يا استاذ. انا حافظه يا استاذ. خلاص يا بنت يلا ستاند باي. فك كلاك. اتفضل. داير 21 واحد اول مره. مارك اتحركوا. هدوء. اند اكشن. انا بحبك قوي يا وفاء، يلا بينا نهرب. ما ينفعش نهرب، احنا لسه هربانين الاسبوع اللي فات. يعني جت على الاسبوع ده وازحت؟ لا ابويا لو عرف هيقتلني. انا مظبط كل حاجه، مش انت بتحبيني؟ بحبك بس ما ينفعش نهرب. يا بنت انا عامل لك في حته الدين حركه. اهو اقفش. قالوا حركه. يا مجنون استنى. فنانه طوع الفنانه. لا. انت بتعمل ايه؟ بطوع الفنانه دي فوطه زفره. انت بتطوع الفنانه. انت بتعمل ايه؟ دي فوطه زفره. انت مين؟ انا المكياف. انا اسفه يا استاذ. انت اسفه. انت مين انت كمان؟ انا هنا ممثله. اتفضل يا حمل طلعهم لي بره. يلا خش جوه بقى. انا ممثله هتسمعي اكشن. هتحرك كده على طول. ماشي اتحرك على طول كده. خلي جوه على عشان تحطي ايدك على المزه بتاعتك. لا 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 يا اخي بص، انا هنا ممثله يا جماعه. انتوا لي حرام عليكم. من المخرج؟ من الانتاج؟ فركش. ونبي وحشتك. امال انت ما وحشتنيش ليه؟ عشان صورتك في قلبي على طول، ما بتروحش منه ابدا. هاتي ده وهاتي ده. هاتي يا بنت. هاتي الشاحن. بنت لما يبقى كده مش طايقه نفسي. يا بنت طلعي الشاحن يفتكرني قفلت السكه في وشه. طلعت عينك من وشك. ايه اللي هيفرع في وشي وامك ان شاء الله؟ عايزه الشاحن بتاعي ليه؟ عشان تكلمي المسخور بتاعك ده وتقلي ادبك طول الليل؟ يا بنت بقول لك طلعي الشاحن. عيطتي ولا ده مشهد يعني بتتمرني عليه ولا حاجه؟ يا بنت مالك؟ ايه في ايه؟ بتوقعي ليه؟ امك ماتت. لا كنش مت وده شبح. ما تفي بقى يا ام، حرام عليك. انا مش ناقصاكي كفايه، انا متضايقه. قولوا من المزغوده يا بنتك. انا غلطانه ان انا سمعت كلامها. انا مالي انا ومال الشغلانه المهببه دي؟ انا مالي؟ ايه اللي حصل؟ مش كان على اساس ان الممثله دي هتوديكي معاها وتشغلك ايه؟ خانوكي؟ طب يا شيخه الحمد لله ان الممثله ما جاتش وشافت الخناقه بعينيها. كانت زمان الشغلانه بتاعتي طارت انا كمان. لا ما تقلقيش، هي من ناحيه طايره فهي طايره وبجناحات كمان. في واحده تاخد معاها واحد بلطجي وش امه نحس خراب. ما لازم الشغلانه تطير. ده موديها السينما عشان يشتغل؟ ده ما يحصلش يشتغل صرصار مفعوص ولا حتى اصغر كومبارس. مع احترامي يعني للكومبارسات. كفايه بقى يا اما. كفايه كفايه كفايه. انا عارفه ان انا حظي زفت بقى. كفايه. بس 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 في ايه؟ انت واخده الامور جد كده ليه يا بنتي؟ حرام عليكي. معلش معلش يا بنتي، ده انت الحته اللي جوه قلبي. انا بحبك. ده انت كفايه انك طالعه بيضه وملظلظه زي امك، مش طالعه زي اختك السمره الطويله دي. طالعه لابوك اللي زي قلته الله يرحمه بقى. ده انا بدعي لك في الصلاه، لسه داعيه لك وقايله يا رب يفتحها في وشك في الخير. يا ميرفت يا بنت نفيسه، قادر يا كريم. تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن امك. ايوه والنبي خديني في حضنك يا ماما. انا محتاجه لك قوي يا ماما. صدقني طلعت احنا هنا قوي.
طوعي طوعي يا بنت ضلوعي. في ايه رسخه؟ ايه ده ضلوعي؟ مش كده ايه جبنه شبطه؟ قومي يا بنت جهزي الاكل يلا ما تتلككيش قومي. صدقي بالله انت حرامي اتغنى لك ست الحبايب. اه ده لو كلب ما كانش حضني كده يا بنت الحضاضه. اه ايه ده انت مسعوره؟ لا يا اختي مطروده وماليش شغلانه وبجح تراب بقى. يا رب مش عارفه اتلم على خطيبي علشان اتجوز واغور من وشكوا الزفت ده. انا مش عارفه اجيب لنفسي حته موبايل بدل العره اللي بيفصل كل شويه انت عماله تعايريني بيه. تصدقي بالله؟ طب والنعمه انا معيش فلوس اجيب لنفسي حته قلم كحله اتزوق بيه الخطيب زي ما انتي قاعده تقولي النهار عماله تزوقي الخطيب. ايه يا بت؟ اني رزق في زمانها والله. بكره تزهزه وتحلو. عارفه لما ايمان السيد تكلمك هتتبسطي معاها قوي. ده كل الاوردر بيقول عليها كريمه وطيبه. يا ريت يا بت يا زبده. بس يا رب ما حدش يقولها للعمل الواد خربوش. يا اختي ولا حد هيقولها ولا حاجه. رزقك هيجيلك لحد عندك يا رب. خد يا بنت. ايه ده؟ حاجه كده شبرقي بيها نفسك. لا يا اختي خدي خليهم لك. انت كل شويه بتعايريني بيهم. ايوه وايه يعني؟ ما انا بديهم لك عشان اعايرك بيهم تاني. 50 جنيه بس يا بنت. فرفشي يا بنت العضاضه. ماشي هيضربش. خربوش خربوش والنبي. الو. ايوه يا بيه. يا مربى ازيك يا حبي؟ Thank you.
وسع انت كده عشان دي عيال سوا ممكن يلبسوك قضيه تحرش. ولا اسع من الموبايل يا تحرش يا انت بتعمل ايه يا حرام ولا ايه؟ ايه ده؟ لا قرب مني يا شق. اوبا حبيب بابا حبيب بابا. بابا ايه كاتبه؟ انت ما عرفتش ربي يا خربوش. ايه ده؟ ترفع المطوه في وش ابوك برضه؟ طب انا اقصى يابا. هات المطوه دي. اتفضل يابا. تبقى يا باشا يا باشا قلت لك هو ده اللي سرق مني المحمول يا باشا. انا شايفاه بعيني اللي هياكله من الدود وطلع يجري زي الصاروخ يا باشا. بس يا بنت مش عايز يسرق هنا وربنا يا باشا ما سرقت منها حاجه. هي ضربتني بالمطوه واتكتروا عليا وعوروني. اخرس يلا هم اللي عوروك. اسمك يا بنت؟ اسمي مرفت. مرفت يا باشا. طلبوا طيب. اتفضل يا باشا. وانتي انا ايه؟ بطاقتك فين؟ بطاقتي يا باشا حضرتك انا مسروقه. البطاقه كانت في البوك والبوك سرقها هو والمحمول. ما تركز معايا شويه يا باشا. اسمها مرفت يا باشا والشهره مربى. انا ما اعرفهاش. ولا انا يا باشا. يا ابن اللذينة كده يا خربوش. مش لازم يبقى في حد جوه حد بره عشان نعرف نتعامل. تمويه تمويه. ماشي. انت اسمك ايه؟ ها اسمك ايه؟ خربوش يا باشا. خربوش. وبيدلعوني يقولوا لي يا خروب. خروب. وانت بقى مربى؟ مربت ايه بقى؟ فراولة؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي يا باشا؟ الله اكبر الله اكبر. فيها بيت؟ هو الباشا بيبصلك كده ليه؟ متهيألي كده والله اعلم انه بيشبه عليا كمني بقيت ممثلة يعني وبطلع في السيما. طب لمي نفسك بدل ما اخبطك علقة افرج عليك امة لا اله الا الله. طب اقول لك ايه؟ لو طلب مني يتصور معايا اتصور كده عادي يعني ولا اعمل ايه؟ بطلي مياسة بدل ما اديك على قفاكي. حاضر حاضر. مش دي بنت المتاعه الهجامه؟ ايوه يا باشا. لما ايوه سايبها ليه؟ ارميها انا لحد ما نشوف هنعمل فيها ايه. يرموا مين؟ انت باين. يرموا مين يا خربوش؟ انت باين. هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا حضره الباشا انا المحمول بتاعي اتسرق. في ايه؟ باشا نمشي احنا بقى؟ نمشي. طب شكرا يا باشا. شاكرنا يا باشا. يحيى العدل. يحيى العدل. الف شكر يا باشا. الف شكر. خربوش انت باشا سايبني؟ تلاقيش يا بنت. تسيبنيش يا خربوش انا خايفه يا خربوش. متخافيش متخافيش ده قضيه في شنك كلها تلات سنين يعدوا هوا وتبقى 100 وانا اكون كونت نفسي علشان اعرف اتجوزك. انا هعمل لك قضيه ترج البلد عند الحاج احمد ضحى المحاسب. يا نات يا جبل ودي يا خربوش. يا حي العد يا حي العد. بتبصوا كده ليه؟ لا ابدا ولا حاجه يا اختي. بيتك ومطرحك. بس اوعي تكوني جايه اداب لحسن انا جدتي بتتلبش منك. اخسى عليكي يا بنت يا فيفي. دي شكل اداب دي؟ ايه يا بنت؟ ما بقيتيش بتميزي ولا ايه؟ ما شفتيش البنيته الجميله دي؟ دي شكلها جايه من سياحه وفنادق. ايه ده؟ هاتي دي. هاتي يا بنت. جرايه لطافه. جرايه استظراف. بقول لك ايه؟ انا اللي فيا مكفيني. وانتي فيكي ايه يا اختي؟ كل واحده تحط لسانها جوا بقها والا قسما بالله باللي في رجلي. بس يا بنت انت وهي اقعدي ساكت. يلا قومي قدامي. وانا حضرت الزابط. خليكي قاعده. اقعد. الليله السودا دي. ماشي يا خربوش الكلب. قطعت نفسي بقالي ساعه يا اخويا واقفه بفاصل معاك ومش عايز تدهالي. امال لما كنت زبونتك. خلاص مش عايز. خلاص تعالى يا ابو مستني. ايوه كده ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. بقى قابلني لو جيت خدت منك حاجه تاني. خد مش عايزه منك حاجه. يا زبده انت لسه بتشتري من الصبح ما زهقتيش؟ انت فين يا زيكو كل ده؟ بكلمك يا اخويا محمولك مقفول وقالوا لي في السوق اللي انت جريت انت ومربى. رحتوا فين؟ دي مسطوله ولا مش دارانه باللي بيحصل؟ اختك قفشتها الحكومه. يا مصيبتي
اختي هي فين؟ وانت بتقيسي العبايه سمعتها بتصرخ وبتقول موبايلها اتسرق، جريت وجريت وراها، قفشنا الحرامي ورحنا على القسم، اتحبست وانا وخربوش خرجنا. يا خرابي يا خرابي، وديني عندها يا حبيبتي يا اختي. اوديك عندها فين؟ ده انا جاي اقولك مش عايز اعرفك تاني. اه يا بطي يا زبالة، كان عندك حق يا اختي يا رب، كان عندك حق، ربنا يفك سجنك يا غالية. هي دي بكام؟ نهار اسود، ده كل اللي جوه خرج. ايه بقى الاسم قرب يقفل والبت لسه ما خرجتش، دي خدت اعدام دي ولا ايه؟ انت هنا يا صايع يا ضايع مستن... يا نادلي يا جبان، مستنيكي مستنيكي يا وش البلاوي. لا راجل ياض، امال كنت عايزاني اتحبس معاك انا؟ روخر 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 يا بلدي يا بيئه، اسمها راخر، خليك ستايل وبعد كده تقول يا بيبي. بيبي يا بت، ده انت خارجه من الاسم، انت فاكره نفسك خارجه من الحضانه؟ انت نسيتي نفسك يا معتقه؟ مين معتقه دي يا بت؟ امك؟ امي ايه؟ هما بس شبهوا فيا يعني، كمني بقيت ممثله وبقيت بطلع في السينما والتلفزيون كتير، هنعمل ايه بقى يعني؟ هي ضربت الشهره. ياما قلتلك ياما قلتلك الشغلانه دي هتسيحلك على الفاضي، واحنا مش بتوع الكلام ده. اعمل ايه بس يا واد يا خربوش؟ وانا يعني بشتغل ليه؟ مش عشان اساعدك ونتجوز؟ دلوقتي الشغلانه ضاعت، وزمان امام السيد بتدور عليا ومش لاقياني. مين امام السيد ده يا بت؟ علاقتك بيه ايه؟ امام ايه؟ امام السيد اللي هشتغل معاها مساعده ولبيسه. الله، افتكرتها. لا ما تقلقيش، تلاقيها لسه ما شحنتش. ما كانش موبايل بشريحه مملحه وبطاريه منيله معفنه اللي انت عامله عليه الفرح ده كله وبهدلنا البهدله السودا دي؟ يلا، هو فين الواد زيكو؟ مين الواد زيكو ده يا بت؟ ايه ده يا خربوش، انت بتغير عليا يا واد؟ لا عادي، ده مجرد استفسار. طب ايه رايك بقى ان الواد زيكو ده كان عينه مني؟ عينه منك ايه يا بت؟ ما تتكلمي عادل يا ابني. ما تقلقش، ما انا قلت له ان انا مرتبطه. مرتبطه بمين يا بت؟ يا ابني مرتبطه يعني مخطوبه مخطوباله. ايوه ايوه. هو لا بقى لما ما لقاش مني رجا راح دور على البت زبده. عشان كده. عموما هو خد بطاقته ومشي. معفن ونادل، هو روخر. روخر ولا راخر، ما ترسلك على حل، ما توجعيش دماغنا يا اخويا بقى. يا نهار اسود، ايه ايه ده؟ الحرامي فين؟ مين الحرامي ده يا بت؟ علاقتك بيه ايه يا ابني؟ الحرامي مع المحمول بتاعي. الله، الحرامي اللي بتاع يابا. مشي هو كمان وقال لي ما تنساش وانت راجع بالليل يابا تجيب لنا معاك عيش وجبنه. انا مش هجيب بقى، انا ما معيش فلوس. ايه هو انت كنت ناوي تجيب؟ ده طالب زيتون ولانشون وليله سودا، انا مش هجيب. اجيب بتاع ايه؟ انت بتهزر ورايق وفايق. يلا يلا وديني العم حرنكش، هو الوحيد اللي يقدر يوصلني لإيمان السيد. يلا انا تعبانه. طب تعالي تعالي موصلك بالتوك توك. يلا التوك توك التوك توك التوك فين؟ التوك توك كان هنا، ده انا نسيت التوك توك. التوك توك راح فين يا مربه؟ مالناش، عرفني، ما تدور عليه في اي حته هنا ولا هنا. ادور عليه؟ هو ميداليا واقعه. التوك توك راح فين يا مربه؟ كله بسببك انت يا وش البلاوي يا وش النحس. انا ايوه، اروح اعمل ايه؟ اروح اقول لايه المعلم بورصه انا دلوقتي؟ بورصه ايه؟ اسمه حرباي. المعلم نيله حرباي، قليل لما بخف وشي. كله منك انت يا وش المصايب يا وش البلاوي يا وش النحس. حسبي الله ونعم الوكيل. يا نهارك اسود، انت بتتحاسبن عليا يا خربوش. روح. أيوة. ادي اخرت مشي وراكي، ادي اخرت مشي وراكي يا عم. روح بقى اعمل محضر في الاسم، انا هروح لعم حرنكش. يلا اعمل ايه انا دلوقتي؟ اخرب بيت ده يوم. اعمل ايه يا لهوي؟ محضر ايه وليلة ايه بس؟ كل ده أمل، كل ده أمل يا ولاد المأمل. الله يخرب بيت أبوك، كنتوا نايمين في زريبة. هعمل فيكوا ايه؟ هعمل ايه فيكوا؟ ده الواحد عايز أبص أكهربك عشان دماغك تنضف منك ليها. وأقول لك ايه؟ حط لك جاز تقولي لأ. ماشي حاضر، منك ليها. هوريك لسه دور الجاي. ايوه، اما اشوف الباب كتكم القرف عليكم. شاطرين الا في الحشر والاكل، مش عارفين تنضفوا نفسكم. نعم، مين؟ عم حرنكش انا يا ست. انت مين انت عشان جاي تسالي على حرنكش جوزي؟ انا مربى. ايه؟ ايه زفت
زفت مرفت كومبارس معاه في الشغل. فنانة شابة يعني. ليه يا حبيبتي ليه مش معاكي تليفونه ولا هو معاه تليفونك تتصلي بيه قبل ما تيجي هنا؟ لا يا حبيبتي، معايا رقم تليفوني ومعايا رقم تليفونه، بس منهم للاولاد الحرام الله يخرب بيوتهم سرقوا المحمول مني. خايفه يا اختي يكون اتصل بيا ولا ست ايمان اتصلت بيا يضيع شغل عليا. طب وانت بقى مين اللي وراكي بيت حرنكش جوزي وجابك لحد هنا؟ يا دي النيله على الاسئله اللي مش هخلص منها. ما هو انا لا مؤاخذه جارتكم بعديكم ثلاث شوارع، انا اخت زبده. هي فيها زبده. بقول لك ايه، عندي دي جوه، تعالي يا حبيبتي نعمل كيكه عشان اكلك. يا الله الله في ناحيه. يعني امك اقعدي هنا يا اختي وانت تعالي. قومي يا اختي، قومي يا اختي، اما فليك انت كمان تاكل القرف في الحجر حلو. تعالي يا اختي الحاجه تسرح عليا. تعالي. زبتك مريضه يا نهار السود عليكي. يا بنت مربى انت سكرانه ولا ايه؟ انت نازله منين يا بنت؟ يا لهوي انا يا خرموش، انا ولدت ولا ايه؟ انت مالك بيتي شبه امك كده ليه؟ حرنكش ده مش متجوز واحده ست، لا ده متجوز بلدوزر. ادتني حته روسيه كنت هروح فيها زي ما الشغل راح يا خرموش. الله يلعن ابو الشغل اللي بهدلنا البهدله السودة دي. طمني عملت ايه في التوك توك؟ توك توك ايه اللي هلاقيها مربى؟ ده توك توك صغير اي حد ياخده في ايده وهو ماشي، وبعدين التكاتك كلها شبه بعضيها. يا نهارك اسود، يعني ما لقيتوش؟ طب عملت محضر ولا لا؟ ما انا الصراحه خفت ادخل اعمل محضر الا الظابط يشتبه فيها زي ما اشتبه فيك. حرام عليك يا خربوش، اقول فيك ايه بس؟ ما انا سايباك عشان تعمل محضر. في ايه يا خربوش؟ حرام عليك. والله حصل بقى، العمل عمل ربنا. بصي احنا احسن حاجه نفسخ الخطوبه. يا هتنيل على عينك، هو احنا لبسنا دبل اصلا؟ انا كان نفسي قوي اشتغل يا خربوش، أمنية حياتي كنت أبقى لبسة قد الدنيا، الناس كلها تقول لي اللبسة راحت، إن اللبسة جت، اللبسة راحت واللبسة جت. وأنا كمان كان نفسي اشتغل ويبقى عندي توك توك ملك بتاعي لوحدي، اشقلب بيه واعمل بيه خمسات والناس تشاور عليا وتقول صاحب التوك توك اهو، العبيط اهو، العبيط اهو. يعني يا ربي هو حرام عليا امسك شويه فلوس في ايدي؟ امنيه حياتي اعمل كده واتف واعمل كده واتف وعد واعمل كده واتف وعد ايه؟ وانا كمان كان نفسي في جراب موبايل قوي. موبايل؟ موبايل لا. ايه؟ موبايل لا، ما حدش يجيب لي سيره الموبايل. فيها بيت موبايل لا، فيها بيت موبايل لا، ما حدش يجيب لي سيره الموبايل. الخبطه اثرت على دماغك ولا ايه؟ اهدي يا بيت الموبايل. اهدي لا الموبايل لا. ضربوكي بايه؟ لا يا Thank you.
هذا نتال انا ولماذا ولت منك فريش وش القفص وطازة وحياة ابو كيرقي نفسي تحلي لي بقي وحياة ابو كيرقي نفسي تحلي لي بقي وحياة ابو كيرقي نفسي تحلي لي بقي يمكن ربك يسامي البقى وتقلب جوازك